كلتهم ما فيش مخرج. وما يثير الغرابة في حال المشهد الأمني أن الدراجات النارية والسيارات المجهولة لا تزال تتجول في مختلف شوارع العاصمة، بل وصل الحال بالبعض منها إلى تحدي رجال الأمن الذين يؤدون واجبهم في مختلف النقاط العسكرية والأمنية في العاصمة. أصبح المواطن اليمني يتوق للأمن والاستقرار بعد حالة الانفلات الأمني التي سادت عدد من المدن اليمنية واستهدف فيها عدد من القيادات العسكرية والأمنية، آملين من هذه الحملة الأمنية أن تستمر أطول فترة زمنية. مختار الخطيب، اليمن اليوم، صنعاء.